5 تماما بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار. البداية بالعناوين. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يفصل في القرارات الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفائدة الشباب. وعبر الوطن إشادة واسعة بقرار رفع منحة البطالة. رئيس المجلس الشعبي الوطني يدعو من القاهرة إلى ضرورة توحيد الصفوف للتغلب على الخلافات العربية، ويؤكد أن الجزائر حريصة على إنجاح القمة العربية المقبلة وجعلها قمة جامعة. وفي الذاكرة الوطنية يوم الشهيد، محطة لاستذكار مآثر الشهداء وبطولات وملاحم من ضحى من أجل الوطن. وبالمناسبة احتفالات مخلدة للذكرى عبر الوطن وإطلاق عدة مشاريع تنموية. دعم للاستثمار الصناعي المدر للثروة وتأكيد على ضرورة منح العقار الصناعي لمستحقيه ببشار، ومشاريع تنموية حيوية وبيئية وتهيئة للمرافق السياحية بوهران. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. بداية، فصل اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة في القرارات الهامة والمصيرية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية لفائدة الشباب البطال الذي سيستفيد من منحة البطالة ابتداء من شهر مارس المقبل. وزير العمل كشف عن الفئة التي ستستفيد من هذه المنحة. يعني تطبيقا لقرار لجبهة رئيس الجمهورية إثناء الحوار الصحفي اللي قابله يوم 15 من شهر فبراير، هو يستفد من هذه المنحة كل بطال طالب الشغل اللي تتراوح العمر تاعو بين 19 و 40 سنة، ويكون مستفد بأي يعني منصب شغل. إذا لكل هذه البطالين من 19 و 40 سنة احنا يستفدوا من هذه المنحة بشروط جد بسيطة. نذكر لي بلي كل شاب جامعي أو غير جامعي متحصل على شهادة أو بدون مستوى، يعني ما كانش تمييز، ما كانش فرق بين شباب اللي تراوح العمر تاعهم من 19 الى 40 سنه. هذو يكونوا مسجلين على مستوى وكالات التوظيف اللي نقولوا لهم احنا لي زاجونس تاع لانام، يكون مسجل وتكون توفر فيه الشروط التاليه: يكون جزائري، يكون عنده بين 19 و 40 سنه، يكون قاطن بالولايه هذيك تاعو، يكون عنده نثبت لي بلي موش خدام في يعني في اي مؤسسه، وينتظر بعد تكون عنده عامل. يوسف شرف أكد أن الاستفادة من منحة البطالة تتواصل إلى غاية حصول الشاب البطال على منصب شغل دائم. استفدى من بداية مارس حتى غاية يوصل بيكون عنده منصب عامل. نعم. يديها يعني ببساطة من مارس هذا يقعد يستفد من هذا المبلغ حتى النهار يوصل يستفيد من منصب عمل في مؤسسة عمومية أو خاصة. هذا قرار رئيس الجمهورية، وكان قرروا من قبل من هذا، يعني احنا إن ننفذوا كما جاء في القرار، كما راح يكونوا المراسم التطبيقية راح يعني تنشر عن قريب إن شاء الله. إذا هذا صحيح، هذا داروا رئيس الجمهورية أعلن عليه من 15 فيفري، هما ملي يتسجلوا على مستوى الشباب تاعنا يستفيد من هذه المنحة إلى غاية الحصول على منصب الشغل إن شاء الله. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كشف عن طريقة التسجيل في المنصة الرقمية للحصول على المنحة. هو كل شباب اللي مسجل على مستوى الوكالات التشغيل المحلية، هذو كل يتم اتصال معهم مجددا. راح نعمل بمنصة رقمية، نتصل معهم باش يكون عندهم مواعيد على مستوى هالوكالات باش يكونوا الملف تاعهم البسيط. يعني يكون عنده ان كونت سي سي بي، اذا ما عندوش ان كونت سي سي بي حنا نديروا له ان كونت سي سي بي،
وينحين نديروا له دراهم تاعو انفيرسيو له دراهم تاعو. دونك هذا راح يكون عندنا اتصال، وهذا المنصه الرقميه راح تنطلق انطلاق من 25 فيفري باش نحضر روحنا باش نكون في الموعد كما قرروا السيد رئيس الجمهوريه في مارس يكون نمدوا لا لوكاسيون دو شوماج، ستادير اون فيرسورا سيت لوكاسيون دو شوماج اون مارس. دونك ابارتير دو 25 فيفري نفتحوا المنصه الرقميه تاعنا ويبداو الشباب نتصلوا معاهم باش يجيبوا الملفات البسيطه تاعهم. هذا بما يخص، ونزيد ناكد لي باللي من نهار يتسجل عندنا يقعد يستافد بهالمنحه الى غايه الحصول على منصب الشغل. شرفة فصل ايضا في القرارات الهامه التي تخص العاملين ضمن الشبكه الاجتماعيه. يخص الشبكه الاجتماعيه، هذو اللي كانوا على مستوى وزاره مكلفه بالتضامن. هذو اللي يخدموا على مستوى المطاعم، يخدموا على مستوى يعني شبابيك، يعني نقولوا العملاء البساطه اللي كانوا هذو كانوا يديو 565,000 وكانت عندهم الا التغطيه الصحيه. نعم. ما كان عندهم لا تغطيه باش غدوه ينجم يستافد من التقاعد، والمدخول تاعهم جدو ضعيف. اذا هذو بقرار من رئيس الجمهوريه راح يتحصلوا على عقود بلا ما تكون محدده لا 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 يعني المده تاعهم، نقول لهم لي سي دي دي كونترا ا دوري انديتيرميني، راح يدخل في الوظيفه العمومي، راح يكون عنده عقد نهائي نهائي وبخمس سوايع في النهار، خمس سوايع النهار راح يتقاضى يعني مرتب يعني بروت راح يدي اكثر من 13,000 دينار جزائري. تكون عنده التغطيه الصحيه كامله في كل في لاكارت شيفا، في الدواء تاعو، في لوسبيتاليزاسيون تاعو، في النقل الصحي تاعو، وراح يكون عنده اوروترات. هذو هما اللي كما تقدر تفضل بهم السيد رئيس الجمهوريه، هما تقريبا 180,000. هذو رايحين من مارس هذا رايحين يخرجوا من 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 لا كاتيجوري تاع لا سوليداريتي، يعقبوا لا كاتيجوري تاع عامل بصفه نهائيه. اما بالنسبه للعاملين ضمن عقود ما قبل التشغيل، اكد وزير العمل ان الادماج مستمر مبرزا رفع الاجور التي تقل عن 10,000 دينار الى 13,000 دينار جزائري مع ضمان ادماجهم. بما يخص عقود ما بعدش قبل التشغيل، وكان فيه قرار تاع الادماج تاعهم منذ سنتين. والادماج راهو يدار درك، رانا ننتيغريو فيهم في لو ديسبوزيتيف تدريجيا. هذو كاين زوج اصناف، كاين الجامعيين اللي كان عندهم المدخول تاعهم 15,000 دينار وراحين يندمجوا خلال هذه السنه والسنه المقبله ان شاء الله. كاينين اللي كانوا يتقاضوا اقل من 10,000 دينار جزائري، وبقرار من رئيس الجمهوريه زدنا رفعنا لهم المدخول تاعهم الى 13,000 دينار جزائري، وبضمان الادماج تاعهم عن قريب يعني خلال هذه السنه والسنه الجايه، ويكونوا كموظفين بصفه نهائيه يكون عندهم كل الامتيازات اللي كاينين سواء في ان لا سيكوريتي سوسيال وكل، وايجالمون تكون عندهم لا روتريت ان شاء الله. اذا هذ الثلث انماط هذو الثلث وكل راح يكون سمينا لونيفيكاسيون دي ديسبوزيتيف، والتوحيد كل اجهزه بيكون جهاز واحد. كاين جهاز اللي يخدم بصفه نهائيه، كاين جهاز اللي هو في البطاله ويعني يستفد منها الى غايه حصوله على منصب شغل. قرارات هامة ومصيرية لفائدة الشباب البطال، كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أعلن عنها خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، حيث أكد السيد الرئيس الشروع في صرف منحة البطالة لهؤلاء الشباب بداية من شهر مارس القادم. قرارات هامة كانت محل إشادة واسعة من قبل الشباب. يعني ما عندوش لا غالب سما 1300 يعاون بها روحه يصرف شويه هكذايا ما بيتبال له حاجه مليحه. دوك لا جونس واحد اللي ما عندوش، واحد اللي ماشي خدام صافي بليزير، واحد قسم كما يقول لك يشد بها روحه يعطوني يلقى خدمه. ماذا بينا دوك عندك خوك في الدار ما يخدمش اوليو كل يوم ترمي عليه وكذا صافي بليزير. البنات ثاني في الدار كاين عندهم يسحقوا وكذا يحشموا يقولوا لديورهم لا لا اختي اموها هكايا وسا ساتيسفي تو الموند.
الرئيس ديالنا هذه 1,300,000 حاجه شابه، حتى تنفعني، تنفعني الديون تاعي، تنفعني في بزاف صوالح، في قشي وتشري غير قشك بزاف عليك الدواء. قرار مليح هذا باسكو 13,100 وزيد رعايه صحيه ملاحه ياسر، وهادي بربي ان شاء الله نزيدو نشوفو بروغري واحد اخر في لافنير. انا انسان بطال، وهذه المنحه جات من عند الرئيس ويكثر خيره والحمد لله عطانا درينا هاد البطاله. هذه حاجه مليحه دار الرئيس، هذا عطانا امل شويه. واحد الله غالب ما بقاش خدمه، الشباب ما يقعدش يعاني في هذه المده هذه كما نقولوا، ما بين يتخرج ويبقى يدخل يخدم يكون عنده مدخول قال مصروف حاجه. هي حاجه مشجعه وحاجه مليحه باسكو الدول الاوروبيه قاعدين يخدموا بال تاع البطاله هذه، قاعدين يخدموا بها اللي ما عندوش مدخول خلاص عنده باي عيش. ما مشجعت تسمى الناس اللي بطالين ديما عندهم حتى مدخول هكا يسرسكوا بها شويه ديما كان عندهم عائله. يعاونوا خير من يضلوا يروحوا يحرقوا ويبعدوا ولا حاجه، الهدوء صوالح مشي ملاح صافي بليزير. قاعد الصوالح امورات سلبيه اللي كانوا عندنا كامل اللي تريقلوا. دوك انا شبيب انا كنعود هنا في البلاد هكذاك حنايا نخرج ونلقى عادي شهريه هاي تبوسيني شويه. كملوا القرايه تاعنا وما لقيتيش خدمه هاك تعاون بها روحك حتى تلقى خدمه. عندي 3 سنين من اللي حبست لي يكون درت تكوين مهني الكتريسيا اوتو مليحه كنتك تعاوننا تقدر نحوسوا على خدمه كيما هاك مليحه انا كيما كان مليحه عجبتني. في التعاون البرلماني وعلى هامش مشاركته في الدورة 32 للاتحاد البرلماني العربي، تحدث أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بالقاهرة مع رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، حيث استعرض بوغالي أفاق التعاون الثنائي وسبل تطويره، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود للتغلب على الخلافات العربية والتمكن من توحيد الصفوف، مضيفا أن الجزائر حريصة على إنجاح القمة العربية المقبلة وجعلها موعدا للائتئام الأشقاء العرب ولم شملهم. من جهته نوه العسومي بدور الجزائر وإسهاماتها داخل البرلمان العربي، كما أعرب عن اعتزازه بالدور الذي قامت به من أجل تجميد منح صفة العضو المراقب للكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي. وفي التعاون البرلماني دائما تم أمس تنصيب لجنة الصداقة بين الجزائر وروسيا، اللجنة المشتركة تهدف إلى تعزيز العمل البرلماني بين البلدين. تتواصل لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة البلجيكية بروكسل أشغال القمة السادسة للشراكة الإفريقية الأوروبية التي انطلقت أمس بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمتان العمامرة. القمة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القارتين وتنويع مجالاتها. نمر الآن إلى الذاكرة الوطنية، محطة خالدة في تاريخ الجزائر اليوم، اليوم الوطني للشهيد والذي يصادف تاريخ 18 فبراير من كل سنة، وفي الذكرى وقفة لاستذكار بطولات وملاحم أولئك الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحرية والاستقلال، ضاربين بذلك أسمى معاني التضحية والفداء حفاظا على الجزائر وصونها من كل متربص. 18 فبراير هو يوم للعرفان أو عرفان للشهيد ووفاء لرسالة الشهداء الخالدة ومحطة لتجديد العهد. وتحت شعار رسالة الشهداء بناء ووفاء، احتضنت ولاية تبسل الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى بإشراف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العدر بيغا ووزير التربية عبد الحكيم بالعابد. وبالمناسبة تم إعادة دفن رفات شهداء وإطلاق عدة مشاريع تنموية. عمار تبال. تمجيدا لشهداء ثورة نوفمبر المظفرة، تم إعادة دفن رفات 6 شهداء بروضتي الشهداء للغنجية وتليجان، وتكريم المجاهد زايد نور الدين ببيته عرفانا بتضحيته من أجل تحرير الوطن، كما تم تسمية القطب الجامعي باسم الشهيد عبد المجيد دريد. ولاية تبسة ولاية الشهداء وولاية المجاهدين وأرض الإباء، ذكرى الشهيد نسترجع من خلالها تلك الملاحم التاريخية، حق لأبناء وبنات الجزائريين أن يرسموا يوما من هذه من السنة ليحيي فيه ولنحيي فيه ذكرى الشهداء، نحيي فيه ذكرى أولئك الذين
قدموا وضحوا بالنفس والنفيس لتسترجع الجزائر كرامتها وتسترجع سيادتها الوطنية المسلوبة. مرافق جديدة تدعم بها قطاع التربية بولاية تبسة، إذ تم وضع حجر الأساس لبناء ثانوية جديدة ومطعم مدرسي ببلدية الشريعة، كما تم تدشين ثانوية جديدة بالقطب السكني لبلحاف الدير. المدرسة هي مهد تدريس وتلقين التاريخ وبطولات هذا الشعب الأبي على مدار سنوات التمدرس. البرامج برامجنا التاريخية هي تستند إلى المرجعية التاريخية الوطنية. كل ما نؤديه في هذا المجال نؤديه بأمان، وللمجاهدين فيه رأي، ولوزارة المجاهدين وذوي الحقوق كذلك رأي قبل اعتماد أي برنامج. وخلال الزيارة المزدوجة لوزيري التربية والمجاهدين وذوي الحقوق، تم وضع حيز الخدمة ووضع حجر الأساس لعدة مشاريع في قطاعات مختلفة. وعبر الوطن تظاهرات تاريخية ونشاطات ثقافية مخلدة للذكرى تخللتها وقفات للترحم على أرواح الشهداء الطاهرة الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة. وبالمناسبة تدشين لمنشآت جديدة وإطلاق العديد من المشاريع التنموية وحملات للتشجير عبر ولايات الوطن. ولأن الشهيد يبقى خالدا لدى الأجيال، تكريمات لعائلات أولئك الأشاوس الأمجاد. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وإحياء لذكرى يوم الشهيد دائما، شهدت مختلف وحدات وهياكل الجيش الوطني الشعبي أمس مراسم تسمية المقرات بأسماء شهداء ثورتنا التحريرية المجيدة. المتابعة لتوفيق عشالي. أشرف السيد اللواء مصطفى إسماعيل قائد الناحية العسكرية الثالثة على مراسم تسمية مستودع التبريد 31 لإسناد المعتمدية ببشار بالناحية العسكرية الثالثة باسم الشهيد بن حمليل مصطفى. كما أشرف السيد اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى على مراسم تسمية المؤسسة المركزية لإسناد الصحة العسكرية بالبليدة باسم الشهيد بن قرقورة أحمد، وكذا تسمية الفوج الأول للنقل وحركة المرور بالبليدة باسم الشهيد بالقاسم بن دالي. من جهتي أشرف السيد المدير المركزي للعتاد اللواء إسماعيل صديقي على مراسم تسمية مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى باسم الشهيد أحمد كوراباشا. هذا وأشرف نائب قائد الناحية العسكرية السادسة اللواء أحسن سليمان على مراسم تسمية مقر الكتيبة 64 مشاة مستقلة بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة باسم المجاهد المتوفى أخموك أمه. كما أشرف قائد الفرقة الأولى المدرعة بالناحية العسكرية الخامسة على مراسم تسمية مقر الفوج 11 مشاة ميكانيكية باسم الشهيد شريط رابح. وبولاية البويرة أشرف القائد الجهوي للدرك الوطني بالناحية العسكرية الأولى على مراسم تسمية مقر مجموعة التدخل للدرك الوطني 29 بالبويرة باسم المجاهد المتوفى عامر محمد. وبالناحية العسكرية الثانية أشرف قائد اللواء 38 مشاة ميكانيكية على مراسم تسمية مقر الكتيبة الأولى للمشاة الميكانيكية باسم الشهيد مبارك محمد المدعو الأزرق. وتحت شعار 18 فبراير رسالة الشهداء وفاء وبناء، نظمت مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي بالمتحف المركزي للجيش احتفالية مخلدة لذكرى اليوم الوطني للشهيد، وهذا بحضور ضباط وإطارات وطلبة من مختلف المدارس التكوينية للجيش الوطني الشعبي، وبحضور مجاهدين وأساتذة جامعيين وطلبة بعض المؤسسات التربوية. استهل النشاط بالاستماع للنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار، ليتابع الحضور شريطا وثائقيا مخلدا للذكرى بعنوان حتى لا ننسى، كما تضمن برنامج الاحتفالية إلقاء محاضرة تاريخية وتقديم شهادات حية لمجاهدين، إضافة إلى تدشين معرض للصور. وفي السياق نفسه شهدت مختلف النواحي العسكرية تنظيم ملتقيات وندوات ومعارض تاريخية تخليدا لذكرى اليوم الوطني للشهيد.
عين وفد وزاري يضم وزراء قطاعات الطاقة البيئة والموارد المائية والأمين العام لوزارة الداخلية. عين العديد من المشاريع بولاية وهران على غرار بحيرة الضاية التي تشهد عملية تهيئة واسعة لتصبح وجهة سياحية، إلى جانب محطة تحلية مياه البحر المقطع والتي ينتظر أن ترفع إنتاجها إلى 370 ألف متر مكعب يوميا. المراسل من وهران لخير أبو طالب. حققت ولاية وهران في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في المنتوج الطاقوي، حيث قدر الفائض ب 60% من الإنتاج العام. هذا ما يعني أن ولاية وهران مكتفية ذاتيا من هذه المادة الحيوية. بالنسبة للكهرباء والغاز ففي وفرة، وحتى أننا مع سيد الوالي شجعنا المستثمرين والصناعيين باش يكونوا شي يوضعوا مرافق تاعهم في الولاية، وراح يجدون شركة سون الغاز موجودة لربط بالنسبة للمصانع بالوفرة الموجودة بالنسبة للكهرباء. ولتزويد ساكنة ولاية وهران بالمياه الصالحة للشرب، سترفع محطة تحلية مياه البحر المقطع من قدرة إنتاجها من 250 ألف متر مكعب إلى 370 ألف متر مكعب يومياً. عندنا مقطع اليوم راهي 250 تطلع 370 إن شاء الله من البرمي، عندنا دونك اون دوزيام ستاسيون دو ديسالمون كهرامة سي 90000 جاية في وهران، عندنا وحده في عين تيموشن سي 200000، عندنا دونك مستغانم سي 200000. دونك اليوم التخمام تاعنا لازم يروح نروحوا فير اون فيزيون سيستيميك، معناتها اون سوليداريتي ادريك، فهمتي، بين الولايات، هذه الولايه تامن هذه الولايه. واستعدادا لاحتضان وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط جوان المقبل، يتم حاليا تهيئة بحيرة ضاية مرسلي لتكون قبلة سياحية بامتياز. الهدف تاعنا هو المحافظة على الثروة الإيكولوجية أولا، وبالتالي التوجه نحو استثمار اقتصادي وكذلك بيئي، والمحافظة خاصة على كل ما تسخر به هذه المنطقة. قمنا بعملية تعبئة للوسائل المادية والبشرية لازمة لمباشرة عملية واسعة للنظافة، حملة نقول للنظافة على مستوى هذه المدينة المعروفة بجمالها ونظافتها. من خلالها تم تعبئة كل موارد للولايات المجاورة، خمس ولايات مجاورة. هي استعدادات حثيثة لعروس البحر الأبيض المتوسط لاستقبال ضيوفها الصائفة المقبلة. ودعما للاستثمارات المديرة للثروة ومناصب الشغل، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار من ولاية بشار حرص الدولة على تقديم كل ما يسهم في تسهيل وإنعاش الاستثمار، وهذا خلال زيارته لمطحنة أجروديف بوحدة بشار وبعض المشاريع الصناعية لمستثمرين خواص. وزير الصناعة ألح على ضرورة منح العقار الصناعي لمستحقيها. أيمن حنفي. تعمل مطحنة أجروديف وحدة ولاية بشار على الرفع من حجم إنتاجها لمادتي السميد والدقيق لتلبية حاجيات سكان الجنوب الغربي، وقصد تحقيق أمن غذائي وتطوير الصناعة الغذائية بالمنطقة. ستستفيد المطحنة من خط إنتاج جديد للعجائن الغذائية وآخر لأغذية الأنعام. بالمؤسسة اللي تقريبا تغطي أكثر من 30 ألف طن في سنة 2021، والمعطيات لسنة 2022 راح نصل إلى 56 ألف طن، معناه زيادة كبيرة جدا بالنسبة للسميد والفارينة وكل العجائن. وفي نفس الوقت هناك وحدات جديدة بالنسبة للأجروديف سوف تنشأ أولا في نهاية السنة وبداية سنة، مؤسسة للعجائن اللي راح توظف حوالي 150 عامل، وكذلك بالنسبة للأعلاف الأغنام اللي راح توظف حوالي 150 عامل، هذه يد مباشرة ما بالك اليد غير مباشرة. وزير الصناعة أحمد زغدار تفقد بولاية بشار بعض الاستثمارات الصناعية كمطحنة العرجة ومصنع السفير الساورة لصناعة أجهزة التبريد بعد رفع العراقيل على مشاريعهم. كاين اليوزين هذه اللي تقطع لك الحديد، كاين الاخر كاين لي براس، وهذه كل شيء اللي نخدم بهم بليزيور شوز، ماشي غير الكليماتيزور، نجم نخدم كيما راك تشوف لي شومان دو كاب، نخدم تريا سودي ثاني، هذيك سيتينيزين وحدها راه ملهيه. كيف فتحوا هذه المشاريع هذه؟ دوك عندنا مناصب شغل الحمد لله، دوك ما كانش مشكله في العمل. كما اشرف السيد احمد زغدار على تدشين حاضره صناعيه جديده ببشار، مشيرا الى ان عمليه تطهير العقار الصناعي متواصله، حيث بلغت المساحه المسترجعه
ما يقارب 500 هكتار على المستوى الوطني، وسيعاد توزيعها على المستثمرين الحقيقيين. صحيا أشرف أمس وزير الصحة عبد الرحمن بن مزيد بمعية عدد من الوزراء على إطلاق القافلة الثانية للتحسيس والكشف عن الأمراض غير المعدية. المبادرة شاركت فيها العيادة المتنقلة طريق الوقاية بمساهمة نشطاء من المجتمع المدني وأطباء متطوعين. وفي مستجدات الوضع الوبائي ببلادنا، سجلت اليوم 316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان وفيات رحمهم الله، فيما تماثلت 260 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الماضية حسب بيان لوزارة الصحة. دوليا، دعا الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور إيجابي في مسار التسوية النهائية للاحتلال في الصحراء الغربية، وهو ما سيساهم في تعزيز شروط السلام والأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام رؤساء الدول والحكومات الأوروبية والإفريقية خلال القمة الأوروبية الإفريقية السادسة المنعقدة في بروكسل. وفي بريطانيا، ناشدت السلطات ملايين السكان بالالتزام منازلهم تحسبا لعاصفة أونس التي ينتظر حسب الخبراء أن تكون من أسوأ العواصف التي ستشهدها المملكة منذ عقود، ومن المنتظر أن تضرب العاصفة المصحوبة بالأمطار والرياح العاتية مناطق مختلفة من بريطانيا وإيرلندا، حيث أعلنت على إثرها الحكومة البريطانية حالة الطوارئ على الجسور الكبيرة في المملكة، وأغلقت المدارس وقلصت رحلات القطارات، كما جندت وحدات الجيش لدعم المتضررين من هذه العاصفة. وقفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بولاية جلمة على جهود دعم المرأة الريفية المنتجة بمشاتي وقرى الولاية، وكذا تجسيد التعاون مع وزارة العدل بخصوص الخدمات القضائية لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا تبعا للتوجيهات الحكومية الأخيرة في تفعيل وتنشيط مساهمة كل فئات المجتمع في المخطط الإنمائي. شفت أنه فيه إرادة قوية من قبل النساء الريفيات الانخراط في مجال الإنتاج الوطني، وإحنا أيضا من خلال هذه الزيارات فيه توعية أكثر وتحسيس أكثر بآليات أخرى لتوفرها الدولة لدعم هذا النسوة. تحت شعار ورتل القرآن ترتيلا، تتواصل اليوم الثاني على التوالي بدار الإمام بالمحمدية فعاليات الطبعة 17 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي، التي انطلقت أمس عن طريق تقنية التحاضر المرئي بمشاركة 46 دولة من مختلف أقطار العالم الإسلامي. ونختم النشرة بأخبار الرياضة، ولحساب الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، يستقبل اليوم ممثلو الجزائر في المنافسة وفاق سطيف بملعب الخامسية جبيلية الأولمبية رجاء البيضاوي. المباراة تتابعونها مباشرة على القناة الأولى بداية من الساعة 8 مساء. حظ موفق لممثلي الجزائر ومتابعة شيقة للجمهور الرياضي. نصل الآن إلى التذكير بأهم العناوين. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يفصل في القرارات الهامة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفائدة الشباب، وعبر الوطن إشادة واسعة بقرار رفع منحة البطالة. رئيس المجلس الشعبي الوطني يدعو من القاهرة إلى ضرورة توحيد الصفوف للتغلب على الخلافات العربية، ويؤكد أن الجزائر حريصة على إنجاح القمة العربية المقبلة وجعلها قمة جامعة. وفي الذاكرة الوطنية، يوم الشهيد محطة لاستذكار مآثر الشهداء وبطولات وملاحم من ضحوا من أجل الوطن. وبالمناسبة، احتفالات مخلدة للذكرى عبر الوطن وإطلاق عدة مشاريع تنموية.
دعم للاستثمار الصناعي المدر للثروة وتأكيد على ضرورة منح العقار الصناعي لمستحقيه ببشار ومشاريع تنموية حيوية وبيئية للمرافق السياحية بوهران. نشرتنا تمت، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة والوفاء. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل التقني والتحرير، أطيب المنى.